بحور سعود احنا هنا موفرين جميع الوتر اكتيفيتي الخاص بالبحر، من جيت سكيز، جيت بوت، كاياكس، فلاي بورد، كل الالعاب اللي تخيلوها وكنتوا تحبوا تسافروا عشان تلعبوها موجوده عندنا هنا في بحور سعود. الرياضه طبعا هذه بدات من بديها انا تقريبا من 4 أو 5 سنين، ومشاركات عروض فلاي بورد وفي المهرجانات والفعاليات. في الفترة الأخيرة هذه صراحة صارت يعني أكثر اهتمام لها صار، وصارت منتشرة أكثر، وصارت زي ما أنت شايف في الفعاليات موسم جدة وفي فور سعود وفي المناطق هذه صارت بتنطلب، وبيصير فيها توفير يعني للجمهور وللعامة، الناس بيجربوا اللعبة وبيمارسوها. مشاركة جدا جميلة، وجربنا ألعاب غريبة وأول مرة يعني نشوفها، وجربناها في مكان جدا جميل اللي هو يسمى خور سعود، وقابلنا ناس يعني كثيرة كده نعرفها من أول، ويعني جينا مكان مرة حلو ومكان مميز، ولمينا فيه ناس مرة كثير، وجربنا ألعاب مرة كثيرة وحلوة، وجربنا فلاي بوت، جربنا بنانا بوت، جربنا الجيتسكي، جربنا أشياء وفعاليات أشياء مرة حلوة.